كلنا بنلبس العريان وبنلبس المايوهات. ناس كتير كانت فاكره ان المذنبون ده في بيتي. انا مش عايزه حد يشاركني في حبك ولا اي مخلوق حتى في لو كان ضنا. حتى لو كان ضنا. مساء الخير لكل الأصدقاء المشاهدين. من بعد ما تابعنا المقتطفات اللي ابتديناها بحلقة امبارح مع ضيفتنا النجمة سهير رمزي، منستكمل حديثنا لهذه الأمسية. برجع بحييك من جديد، أهلا وسهلا فيك سهير. ننتقل إلى بالأرقام. جاهزة؟ الإجابات حيكونوا فقط بالأرقام. أجري في مسلسل حبيب الروح كان أربعة. أربعة إيه؟ مليون. أربعة إيه مليون؟ كان عشان كان لسه راجع وبدايتي وكان وقتها كده يعني. كم مرة تزوجتي؟ عرفيا ورسميا؟ لا، ما اتجوزتش عرفي عمري ولا مرة، كله رسمي. كم مرة؟ مش فاكرة. كتير. كتير يعني يجوا يجوا نص دزينة كتير. دزينتين من كترهم مش فاكرة. اوعى تقولي لي نسيتي، دي الحاجة الوحيدة اللي ما تنسيش. ابدا ابدا خالص. حوالي 7 أو 8، مش 10. لا لا لا، ما عرفتش اوصل للرقم ده. وبعدين وصلتي اخره 9 على لان الحقيقة علاء يعني انا اول مرة اقعد في جوازة ما شاء الله، يعني احنا بقى لنا دلوقتي 11 سنة داخلين على 12. دي الفترة تعتبر فترة أول طويلة. اول فترة في حياتي اقعد طويلة. بس حوالي 9 مرات. لا، هو ده التاسع. هو التاسع اكيد. علاء التاسع او الثامن بتاعي، يعني الثامن يا التاسع مش فاكره. اعظم مني. معقول حد ما يعرفش كم مره اتجوز؟ اصل في ناس انت بتسقطيهم من حياتك. دي بقى باللاوعي يعني. بتبقى غلط. لا بتبقى غلطه. يعني في ناس انا غلطت ان انا ارتبطت. مين اللي غلط معاك؟ لا مش عايزين نكره حد، بس في ناس فعلا هما اتنين في حياتي غلطت ان انا ارتبطت بيهم. ليه؟ كانت الجيزه عباره عن ايه؟ التسرع، أخذان قرار سريع، تسرع. نتيجته كانت ايه؟ فشل، فشل ذريع يعني. ما قدرتش اكمل، ما قدرتش استمر. يعني كان مثلا نوع في خيانه في الجواز، لا تسرع يعني. عارفه زي اتجوزت من غير ما يعني ما افهم البني ادم اللي قدامي. ليه يعني صدر لك ايه منهم الاثنين دول؟ ما ارتحتش. ما بصي، انا طول عمري اقول الارتباط يعني زي ما قلنا موده ورحمه وعشره وحياه. انا ما اعرفش اشرب الميه، انا عطشانه هموت من العطش الا اذا كنت بحب الكوبايه اللي هشرب فيها. ما اقدرش اعمل حاجه غصب عني، فما اقدرش استمر مع انسان واقول عشان هيقولوا دي متجوزه بقالها سنه ولا بتاع واتطلقت، ولا بقالها 6 أشهر واتطلقت. لا لا لا، الناس هتقول ايه؟ لا ما عنديش الحته دي. عندي اكون مرتاحه يا اكون مش مرتاحه. الناس تقول اللي تقول. لو قعدت سنه على حساب اعصابي وعلى حساب بيتي وعلى حساب ان انا بكذب على روحي، يبقى انا ست مش يعني. كان تسرع منك القرار. اسرع جوازه كانت يعني بين الزواج والطلاق ايه كانت؟ لا، ايه كانت سنه. سنه دي اكتر. يعني ممكن تستحملي سنه؟ لا، استحملتي سنه؟ استحملتها لانه كان في سفر يعني، كان هو مش موجود، ارتبطنا وسافر وجيه. لما جه بقى اكتشفت بقى ان انا مش قادره اكمل، مش قادره. ايه اللي يخليكي ما تكمليش مع راجل؟ بصي طبعا زي ما قلت الشغل كان عامل اساسي في حياتي، انما لما تيجي تبصي للفتره اللي بحكي لك عليها دي، ده لان ما كانش فيه يعني عارفه اتسرعنا في ان احنا نتجوز نرتبط، وقلت هفهمه لما هنتجوز. ما قدرتش. مش هو وحش، مش هو خاين، مش هو يمكن هو احسن مني، بس انا ما قدرتش اكمل. ما فيش تفاهم بالله. ما قدرتش، ما قدرتش. حد منهم خانك سهير؟ بصي انا ما فصلتش عمري عشان خيانه، بس حد انما الله اعلم. اصل لو عرفت انه كان همفصل. ممكن إنما الست، ممكن الست تقبل تلاقي مبررات للرجل بالحته دي. لا لا لا، مفيش اي مبرر خالص. دي بقى مرفوضه عندي تماما. خيانه يعني انفصال فورا، مفيش نقاش، وما تبررليش وما تتناقش معايا. لا. عشان تعرفي الفنانة يعني حياتها مختلفة، ممكن تغيب لفترات طويلة عن بيتها، ممكن تهمل جوزها، ممكن يكون عنده مبرر بالحتة دي. لا مفيش مبرر أبدا بالحتة دي. الخيانة ملهاش مبرر. خيانة خيانة. أنا مبررهاش أبدا، لا للست ولا للراجل. أنا أعرف يا حياة تستمر يا حياة ننفصل ونبقى أصدقاء وكل واحد يروح لحاله. لا 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 خالص. أنا يعني ده مبدأي طول عمري عايشة بيه. يعيش كويسه ومرتاحه، يا ما فيش داعي وخلينا اصدقاء. وما بحبش يبقى الانفصال حتى بشكل خناقه او لا، في تفاهم
يعني في بس ده ما بيحصلش في كل الاوقات. والله ما اعرفش حصل معايا. انا كنت ما اجي انفصل اقول انا تعبانه ومش قادره اكمل، فانا انفصل واحنا اصدقاء احسن ما انفصل واحنا قاعد، او انا مش هقدر اكذب، مش هقدر اخدعك، مش هتقدر تخدعني، لا في اولاد ولا في حاجه تلزمني علشان ان انا اعيش الحياه اللي هي تتعمل فيها كده. فانا ضد ده. ايه السبب الثاني ممكن يؤدي للطلاق غير الخيانه؟ يعني انا لما كان يغير ويوصل للغيره استحملها، استحملت غيره واحد 5 سنين، بس جيت في الاخر وما قدرتش اتنفس. ليه؟ كانت غيرته عامله ازاي؟ اوفر، زياده عن اللزوم بقى يعني. عارفه الغيره بتاعت انك ايه، حتى ما تقوليش لماما يا حبيبتي، حتى ما تقوليش لصاحبتك في التليفون اه يا حبيبتي وحشتيني، ما اقدرش اقولها، لان ازاي انا حبيبك واحد بس، يعني عارفه حاجات كده يعني كده. فدي بقت اوفر، اتخنقتني. حد طلب منك يتجوزك عرفي مش رسمي؟ ولا حد. ليه؟ ملهاش يعني، مفيش اضطرار لده، مش مبرر. لا لا مفيش، مش مضطره ليه يعني. ليه العصمه بايدك بكل زيجاتك؟ مش عارفه مين قال لك ان العصمه بايدي. انا عارفه، احنا كنا فاكرين الملحن الكبير حلمي بكر. لا. بس انا اللي اتضح لي لا. انه كل زيجاتك كانت العصمه بايدك بايد ست. لا لا، حلمي بكر بالعكس، لا حلمي بكر كان العصمه بايده هو. الرجاله التانيين كانت العصمه بايدك؟ مش فاكره الحقيقه. لا فاكره، بس انا جوزي اللي انا معاه دلوقتي العصمه في ايده. طب ربنا يستر بعد الحلقه. ازاي تقنعي راجل انه تكون العصمه بايدك سهير؟ بصي اولا انا يعني تعبت في انفصالي الاولاني والتاني، تعبت جدا عشان انفصل، فخدت قرار بعديها ان انا اللي عايز يرتبط بيا يبقى العصمه في ايدي، عشان يوم ما يحصل ان احنا ما نقدرش نكمل يبقى كل واحد يروح لحاله، ما تعملش فيا الكماشه اللي اتعملت عليا في الزيجتين الاولانيين. فخدتها زي ما تقولي ايه يعني مبدا، بس بوظته بقى دلوقتي خلاص. بس بالفترة دي ازاي كان يقبل الراجل معاكي؟ وهو يعني هو تفرق ايه في ايدي ولا في ايده؟ لا 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 لا، لا. بمجتمعاتنا الشرقية تفرق لا لا. كتير، وانت فاهمة. لا لا لا، انت عارفة. بس الناس اللي انا ارتبطت بيهم ما كانش عندهم التزمت، كانوا يقبلوا تقولي قدام الناس انه العصمة في ايدك؟ اما انت عرفتي ازاي؟ من مصادر، بس اكيد يبقى مشكلة المصادر الناس تعرف. عرفت، يبقى المصادر عرفت من الناس. يعني مفيش حاجة بتستخبى، وانا قلت لك انا صريحة جدا. عملت زي الافلام انت طالق. روح انت طالق. لا بالعكس، على فكره لو انا طلقت لازم هو كمان يطلق، لازم. حكايه ان العصمه في ايدي الست، ولو هي ما لو هو مش عايزها يعني ما يقدرش يطلقها. لا غلط طبعا، يروح يطلقها عادي. وليه مع زوجك الاخير اللي صار لك 11 سنه اتوي قبلت انه تكون العصمه؟ كبرت بعقلت. كنت مجنونه كام سنه؟ كتير لجد دلوقتي. انا اقول لك موضوع النسيان ده عندك ده اللي لعب دوره. ايوه انت نسيت انه كان لازم تكون العصمه بايدك. ايوه. طيب كم هديه تحتفظين بها من ازواجك السابقين؟ احتفظ بان العشره كانت حلوه، مش هدايا. لا انا عاوزه بالارقام. لا ما عنديش ارقام وماديات وحاجات كده، ما عنديش حاجات. انا ما يعني انا ملوله لحاجتي قوي يعني، ما عنديش غالي، انما ما تفرقش معايا يعني الحاجه. ممكن تلاقيني اديت هديه لحد، عملت حاجه بتاع يعني، ما فيش حاجه ملموسه بالايد. في هديه قيمه اكيد؟ والله لا، بحياه ربنا لا خالص. ما الناس فهماني غلط، ما انا بقول لك معقول مجوهرات؟ لا انت هتكلميني يعني ما جوزي لما يكون قادر ومقتدر وغني ويروح يجيب لي ساعه ما اعرفش ايه، ولا يجيب لي خاتم ايه، ولا هتبقى يعني دي قاعده اقول للناس بصوا جوزي جاب لي ايه؟ لا بس ممكن تحتفظي فيها. أحتفظ صح يعني عندك هديه كتير بهنا. اكيد هو انا اللي كنت متجوزاهم دول يعني كانوا بيعملوا ايه؟ ما لازم يجيبوا هدايا. انا طبيعي. عارفه امال يعني هي فوضى. وفلوس طبيعي جوزي كان بيصرف عليا، يعني انا مش هتجوز واحد عشان اصرف عليه، انا بتجوز ليه؟ عشان هو يصرف عليا وعلى بيتي وعلى حياتي ويجيب لي كل، طالما هو قادر. وانا الحمد لله ما فيش واحد ارتبطت بيه ما كانش قادر. ايه الهديه اللي محتفظه فيها، حاجه تحبيها خالص موجوده عندك هيك تقولي ذكرياتها حلوه؟ انا عاوزه حاجه ماديه. والله ما فيش عندي ترابيزه بحبها قوي كانت هديه،
يعني من فترة كبيرة طبعا. ترابيزة عبارة عن بلورة كده فيها مية وبتنور وتعمل حاجات كده، كان معمولة لي مخصوص باسمي يعني في باريس. فدي حاجة من الحاجات اللي أنا أعتز بيها. بس يعني حتى لما جيت أمشي من الزمالك وأجي في أكتوبر هنا في الفيلا، أصريت إن الترابيزة دي تبقى معايا، تكون موجودة، لأنها غالية عليا. من حد غالي؟ أكيد من أزواجك السابقين. أنا مش عرفني بقى، مش فاكرة. لا فاكرة. مش فاكرة. رقم كام؟ مش فاكرة. أنا إذا كنت مش فاكرة هو هفتكر الرقم. يعني افتكرت الترابيزة ما افتكرتيش جوزك؟ الترابيزة موجودة قدامي. معايا. هو خلاص راح. محتفظة بصورك القديمة سهيل؟ والله مع أزواجك؟ عندي كل الصور. مع أزواجك؟ كل الصور. رقمهم إيه ده؟ زوجة؟ لا 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 إيه؟ لا لا عادي، صور عادية. صور عادية. تحتفظي فيها؟ مش محتفظة، موجودة، إنما مش محتفظة يعني وشايلاها في مكان محافظة عليها وحاجات كده، لا موجودة. بس عشان ممكن الراجل يغير يقول لك لا دي محتفظة بصور جوزها. لا أنا جوزي مش كده، أنا جوزي مش كده الحمد لله. وبعدين يعني علاء عنده ثقة فيا جامدة جدا، أنا ست واضحة، ست صريحة، وأنا يعني اخترنا بعض إحنا الاثنين، يعني هو اختارني وأنا اخترته، فما فيش حاجة هتاخدني منه. صعب صعب قوي يعني ذكريات وبتاع وحاجات كده. لا آخر أجر حصلت عليه قبل الاعتزال كام؟ قبل الاعتزال كان 100,000 جنيه. 100,000. كان عن إيه عمل؟ فيلم دموع صاحبة الجلالة، كان إنتاج الفنان الغالي العزيز سمير صبري. كم عمل رفضت المشاركة فيه بسبب أزواجك؟ عدد هذه كتير الأعمال كتير، يعني كتير. تقريبا لا كتير قوي يعني أكتر من 50-60 فيلم كنت برفض ساعات. أنت عارفة كانت السينما بتعمل أفلام كتير، وإحنا كنا ثلاثة، فكانت عشان توزعي الأفلام دي على ثلاثة فكان بيبقى لي فيهم نصيب الأسد يعني، فكنت برفض أفلام كتير كتير في السنة كتير. أبرز فيلم رفضتيه وعمل نجاح وقلت يا ريتني شاركت فيه؟ أنا رفضت أنا المجنون وعملته الفنانة نادية الجندي وأنا كنت مضيعة. ورفضت أنا مش فاكرة والله يعني أفلام كتير، أفلام كتير مش الفيلم ده اللي ذكرتيه كان له بند جزائي وتكفلت فيه؟ لا 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 عشان كنت مضيتي أو حاجة؟ لا لا مضيت بس ما كنتش كانت عربون ولا حاجة وسبته يعني بشكل ودي يعني. أفلام كتير من النوعية دي وما زلنا لغاية دلوقتي. عمل يجي لي كنت ترفضي وزميلة ثانية تاخده، وعمل ترفضه زميلة أنا. لا أنا سألت تحديدا بسبب أزواجك، بسبب الغيرة؟ لا بسبب الغيرة كتير يعني حاجات كتير، بس أنا كنت في الآخر بأصر إن أنا أعمل العمل. عشان كده بقول لك جت فترة وأنا رفضت بقى فيها، لقيت إن حياتي بتضيع مني عشان خاطر مشهد في فيلم ولا بتاع. لا ما ينفعش ما ينفعش. مهنتي قبل يعني. في مشهد كان سبب طلاقك سهير؟ في مشهد كان سبب طلاقي، ما هو تقريبا المذنبون يعني، هو كان سبب طلاقي مذنبون. انت اشتغلتي كنت متجوزه؟ انا طول ما كنت بشتغل كنت بتجوز، انا ما بقعدش فترات كتير متجوزه. بالفتره دي كنت متجوزه مين؟ احنا مالنا بقى؟ لا بقى يعني الناس يعني اذا بدي تتابع التاريخ فيني فوت على الجوجل واشوفها، بس هلا بس التذكير، بس التذكير. هذه الجوجل ده اللي هيودينا في توك. يعني ممكن ينعرف يعني حاجه. كنت متجوزه محمد الملا. محمد الملا لما شاف الفيلم مع جن طلقك دغري؟ لا طلقتي دغري. ايوه عفوا على التعبير، اصل العصمه في ايدها. عمل لك مشاكل و مشاكل جامده قوي، وانا اصريت على الانفصال لان كان خلاص بقى الغيره كانت زادت قوي قوي. طبعا عنده حق طبعا، بس كنت وقتها انا بفكر في ان ده فن وتمثيل وده شغلي وانت عارف وكده. وانت بتصوري الفيلم ما كنتيش قلقانه من رده فعله؟ ما كنتيش واخده بالك انه مالي بقى؟ مش انا بشتغل بصور فيلم، انا مضيعه وقرياه وعارفاه وكده. كم مره غدرت فيكي صديقه؟ مرتين. زمان ولا دلوقتي؟ واحده زمان واحده دلوقتي. كانوا صديقات مقربات؟ بس في واحده راحت الله يرحمها يعني، وفي واحده موجوده دلوقتي. ايه اسباب الغدر؟ انا تساليني اقول لك مش عارفه يعني، انا ما بقولكيش ان هو غدر، بس هي كذبت عليا فانا عاتبتها، فقلت لي عشان خايفه عليكي، مش عايزه ازعلك، مش عايزه اقول لك عشان ما تزعليش، عشان لو عرفتي هتتعنفعلي، مش عارفه. لان المبرر مش بتاع الصداقه، مش بتاع اللي بيني وبينك يعني. فبعدت. فصلتي؟
حاولت ترجع تكلمك ترجع تتقرب ما منك. ما ينفعش بقى خلاص، عارفه اتكلمنا وكله، بس اللي بيتكسر لما بيتصلح بيبقى صعب قوي قوي، بيسيب شرح جوه، لازم مش ممكن ترجعوا زي ما كنتوا بالقبل. لا صعب يعني. ما انا بقول لك اللي بيتكسر حتى بين الازواج حتى بين الاهل حتى بين اي حد، جربي كده تزعلي من حد زعله جامده قوي كده وتصدمي فيه وتيجي ترجعي تاني، مش ممكن بترجع الحياه زي الاول، صعب صعب قوي، لازم بيبقى في حاجه اتكسرت. لربما عذره مع سهير، لربما ما حبت تاذيكي، ما حبت تضايقك، خبت عليك عشان ما تتضايقيش. ما هو ما ينفعش انك تشبي حاجه كبيره عليا عشان تقولي ما تتضايقيش، ما انا ممكن بقى اضرك واقول لك خبيت عليكي عشان ما تتضايقيش وده في ضرر ليكي. لا، يبقى تتضايقي ولا ضرك، في حاجتين دي يعني تسبب باذيه لك هذا الموضوع. طبعا طبعا عدم معرفتك فيه سبب اذيه. طبعا طبعا. تقولي لها ايه؟ ولا شكرا. كم مره فكرت في الانتحار؟ ولا مره ولا مره، عمري الحمد لله. ده انا ضد، ولما بسمع عن حد انتحر بستغرب بصراحه، ازاي ازاي ده ازاي تهون عليه نفسه كده يعني، ده الميه لما بتنزل من الدش شويه سخنه بطلع اجري منها، يبقى ازاي واحد بقى يموت نفسه ولا ياخد حاجه يأذي بيها نفسه او يأذي. لا صعبه اعوذ بالله. ولا مره اتتك الافكار السوداويه؟ لا. عشت بمرحله مكتئبه فيها؟ لا خالص خالص، خالص. مع خالص. كل المرور القصص وبعد خالص. مرض والدتك لا بصي، ماما هي الوحيده اللي تعبتني قوي يعني، ماما الوحيده، بعدها ومرضها ووفاتها هم دول الحاجه الوحيده اللي اقدر اقول لك مش واجعني بقى موتني. لجأت الى مهدئه الاعصاب؟ اول ما توفيت اخدت كتير، كنت بينيموني بالعافيه بالعافيه يعني يدوني عشان انام ما بنامش، يدوني عشان ضغطي، انا كان ضغطي طول عمري واطي، اول ما قالوا لي تعالي عشان هي توفت كانت في الانعاش، وقعت وضغطي عالي بقى 200، من ساعتها عالي لغايه دلوقتي. لغايه دلوقتي بعدك عم تاخدي حبوب اعصاب؟ ضغط طبعًا. طبعا. لا حبوب الاعصاب لا. لا لا الحمد لله خلاص، لا لا خالص قدرت طلعت منها؟ لا طبعا، لان كانت كلها مناومه عشان انام، عشان كانت عندي حاله هيجان. وممكن تساعدك حتى تكوني بحاله استرخاء بفتره معينه؟ كانوا عايزين ينيموني، هم كانوا عايزين ينيموني، لان كنت كل ما اصحى وافتكر ان هي راحت مني وكده بتجيني مش قادره اصدق، مش قادره مش عارفه هتجنن. كم فيلم قدمتيه ندماني عليه؟ فوق ال 20 30 حاجه كده، فوق ال 20 بيختصروا مسيره منيحه. طبعا على راسهم مذنبون. كم فنان عرض عليك الزواج ورفضتي؟ والله كلهم اخواتي وحبايبي واصحابي وحياه ربنا، لا لا ما فيش ولا فنان عرض عليك الزواج. لا لا ما حصل، كلهم متجوزين، كل اللي اشتغلت معهم متجوزين وانا بحترمهم وبحترمهم. مفيش حد متجوز. وبعدين انا عايزه اقول لك حاجه، ما انا ما كنتش ببقى فاضيه، انا على طول متجوزه يعني، انا على طول محجوزه، فيرد على مين يعني؟ ما في بريك يعني؟ لا خالص، ده البريك يا دوبك هو بتاع الفتره بتاعت الثلاث اشهر دول يعني باخدهم بالعافيه. طب ليه انت بتخافي من الوحده ولا ما فيكيش تعيشي من دون راجل ولا لا. ايه؟ انا بحس ان الراجل في حياتي علشان يعني عارفه ازاي، هو بيبقى ابويا، اولا انا اتحرمت من ابويا صح، فهو ابويا، هو ابني، هو اخويا، انا ما عنديش اخوات يعني عارفه ازاي، هو كل حاجه، فبحس ان الراجل وجوده جنبي مهم مهم، سند. فعشان كده كنت تتجوزي بسرعه؟ بحب ان يبقى في انا في عصمه راجل يعني، معايا جوزي، اخرج في حته اروح في حته اقعد في حته معايا جوزي، عصمة راجل بس العصمة في ايدي. لا وماله، على فكرة العصمة دي ما هياش وصمة عار يعني، ما هياش حاجة عيب ولا حاجة، لا ودلوقتي ناس كتير عاملينها يعني، انا مش ما اخترعتش حاجة ولا انا جبت حاجة شاذة عملتها، لا ولا عملت حاجة ضد الدين، لا انا ما عملتش حاجة، ده اختيار. وانت بتقولي عشان يعني هي، ما هي العصمة دي اللي هي دلوقتي تعتبر الخلع يعني، انا دلوقتي لو انا مش مرتاحة مع جوزي وهي العصمة في ايده هخلع، مش كده؟ طب هي بس عملت بشكل تاني. شوفي رجال حينبسطوا منك بالحديث جدا جدا، حيفرحوا جدا لو بررت من هنا لغايه بكره.
محدش هيصدق. مفيش فايدة؟ مفيش فايدة طبعا. في فايدة بمجموعة من الصور، ننتقل إلى مجموعة من الصور والشخصيات. رح نشوف الصور الأولى، رح بتوجه لهم رسالة لهذه الشخصيات. مستعدة؟ يلا نبتدي بالصورة الأولى اللي معانا. حبيبتي ياسمين الخيم، تقولي لها إيه؟ أقول لها أنا بحبك 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 ووحشتيني، ودي ست يعني مش عارفة أقولي، النور، الإحساس، العزة، الكرامة، لما بقعد معاها بحس إن أنا طايرة طايرة، لأن كل كلامها بيبقى عارفة إزاي، بتاخدي دروس فيه في كل حرف في كل كلمة، وهي ليها فضل كبير في حياتي. نعم. الشخصية اللي بعدها محمد مرسي، تقولي له إيه؟ مش شايفة، مش شايفة ومش عايزة أشوفه. دي صفحة، يلا حسبي الله ونعم الوكيل. بس كده؟ حسبي الله ونعم الوكيل، كافية. اللي بعدها حسني مبارك، ربنا يشفيك والحمد لله كل حاجة ظهرت وبانت، وانت ليك مواقف حلوة واحنا فاكرينها كلنا، وانا من الناس اللي اقدر اقول لك اسفين يا رئيس. انت ولا مرة صار في اي لقاء سابق مع الرئيس؟ لا، حصل زمان في احتفالات اكتوبر وكده، ورحنا وطلعنا على المسرح ونزلنا قعدنا معاه شوية وقابلناه، شخصية جميلة. قال لك حاجة؟ فاكرة قال لك ايه؟ انا فاكرة هو قال لي حاجة، بس كان بيحذرنا، كان في خلاف اياميها مع ليبيا حاجة كده، وكان بيقول يعني خلي بالكم ما تدوش للصحفيين كلام في الحتة دي وكده، عشان الوضع حساس قوي دلوقتي. بس ما في شيء خاص لقلك قال لك ايه؟ لسهير؟ لا والله يعني ما فيش حاجة كانت. الشخصية اللي بعدها كمان الشنبي. حبيبي فتى احلامك من وقت ما كان عمرك 10. فلت مني، فلت من الازواج. الله عليكي مش عارفه. ايوه انا هعمل ايه بس. الله يرحمه، الله يرحمه ويحسن اليه ويجعل مثواه الجنه. كان غالي عليا جدا جدا، وكان يعني الاخ اللي ما ولدتوش ام امي، يعني هو كان اخو امي فعلا. الشخصيه اللي بعدها وهي اخر شخصيه، يسرى. جميله جميله، ست جميله من جوه ومن بره، ومعطاءه وجدعه، انا بحبك يا يسرى قوي قوي. ننتقل الى مجموعه اخرى كمان من الشخصيات، ولكن بدك توصفيهم فقط بكلمه. نبدا بالصوره الاولى، محمود قبيل، كلمه. انسان محترم. اللي بعد، الله يرحم. اللي بعد، حلمي. فنان كبير وموسيقار عظيم. والشخصيه الاخيره اللي معنا، نور الشريف. يجعل مثواك الجنه يا نور. امين. دي الشخصيات اللي تابعناها في الفقره دي. كله تمام؟ صريحه جدا جدا. انا مرتاحه جدا. انت صريحه جدا. انا جدا. انت مرتاحه؟ انا مرتاحه. رح انتقل انا وانت والمشاهدين سهير الى كرسي الاعتراف. جاهزه له؟ وبعد كده جاهزه له اكتر من كده. بعد هذا الفاصل الاعلاني ونعاود لقائنا مع النجمه سهير رمزي. على كرسي الاعتراف موجوده معنا. ايه شعورك ايه هناك؟ هعترف. هتعترفي؟ هعترف. واللي قلتي قبل كده؟ اعترفت. لسه الاعتراف مكمل معانا. الاعتراف الاخير بقى. حاجات وبعض الاراء وبعض التصريحات رح نتناولها في هذا الجانب وهذا الفاصل، بس التذكير في ست اسئله ما جاوبت عنهم من بدايه الحلقه لغايه اللحظات، يعني حوالي ست نقاط. يا خبر ابيض. كسلانه قوي. كسلانه. هنجتهد في الفاصل ده. طب يا رب. يلا نبتدي ب ما تعليقك. فصل وجدي العربي ومحمد شومان وعدد من الفنانين من النقابة بسبب انتماء لجماعة الأخوان المسلمين، تعليقك إيه؟ لو ثبت عليهم كده فعلا يبقى التعامل ده صح. تصريح الفنانة انتصار، من لم يستطع الزواج فعليه بمشاهدة الأفلام الإباحية، ما تعليقك؟
غلط غلط. وهي ما كانتش تقصد ده على فكرة، هي ما كانتش تقصد كده، هي يعني انا اتفرجت على الحلقة الحقيقة، بس هي اتأولت بشكل تاني خالص، بس هي ما كانتش تقصد المعنى ده. كانت تقصد ايه؟ لا هي بتقصد ان عادي ان الانسان يتفرج على الافلام، شاب في سن معين ممكن يتفرج على الافلام دي عشان يفهم لما يجي يرتبط او يتجوز ما يبقاش غبي يعني، ولا يبقى يورط نفسه، ولا يبقى شكله وحش يعني. فهي كان ده الهدف اللي هي تقصده، انما اتفهمت غلط. هي بالفعل كده الافلام الاباحيه ممكن تكون نوع من تثقيفيه للشباب او للشاب اللي داخل على جواز. لا هي مش تثقيفيه، هي ممكن بتفهمه لو هو ما فهمش حاجه خالص ولا يعرفش حاجه خالص، وحاجه يعني قفل يعني زي ما بيقولوا، فممكن قوي ان الافلام دي تفهمه حاجه او توري له حاجه. انما انا ضدها، انا ضد ده، لان طبعا ده حرام، ده يعني المفروض في ديننا وفي اسلامنا بيقولوا ان زنا العين ده حرام. انما هي ما كانتش هي تقصد ده فعلا يعني، مش دفاعا عنها، بس انا اتفرجت على الحلقه وفهمت هي كانت تقصد ايه. يعني الناس اولتها بشكل مختلف واخر. كتير كتير. تهديد ايران بالحرب على السعوديه، تعليقك؟ من تهديد ايران بالحرب على السعوديه من اخطر الحاجات اللي اتقالت او اللي سمعتها دلوقتي، ان ايران بتهدد السعوديه. ده يعني علامه من العلامات اللي تعملك بقى قلق بقى في اللي هيحصل بقى. يعني مش حلو، يعني مش حلو ان ايران تعمل كده. مش متفائلة بالمرحلة المقبلة؟ ربنا يستر، ربنا يستر. لا مش مرتاحة سهير؟ لا مش مرتاحة. تصورك ايه؟ تصوري ان ممكن تحصل حاجة مش كويسة لو ما لحقناش كلنا نقف جنب بعض ونلم بعض كعرب، كعرب. وبعدين اللي اتعمل في السفارة السعودية ده من الحاجات اللي انا شخصيا كرأيي غلطة كبيرة جدا 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 جدا. ممكن يحصل ايه؟ لا ما انا مش عايزه اتوقع ان حاجه وحشه قوي تحصل، انما انا بقول ربنا يستر، لان اللي جاي شكله مش عارفه، مش انا مش مرتاحه له. منع الدول العربيه لجوء السوريين الى بلادهم واستقبال الدول الاجنبيه لهم، تعليقك؟ غلط طبعا، غلط غلط. لان النهارده اللاجئ السوري ما محتاج لانه يروح بلد تانية يعيش فيها، ولا هيفضل في الدمار اللي هناك، والاطفال اللي بتتشرد والناس اللي بتضيع كده. بالعكس، لا غلط طبعا. ما في مبررات لعدم دخولهم، خاصه ممكن يكون الى نوع من تداعيات اوقات جغرافيه، تداعيات بيئيه، اقتصاديه، على اي بلد يعني ممكن اللي بيهاجر وبيسيب بلده ده وبيسيب بيته وبيسيب كيانه، مش رايح يفجر حاجه ولا يعمل حاجه ولا اي تداعيات، ده رايح يعيش. فما كنتش انا في وقت الزنقه اقول له اهلا بيك، مين هيقول له اهلا؟ حبس الباحث اسلام البحيري. بصي انا ضد الحبس، لان هو ده فكر وراي وده حقه، انما هو كان بس مزودها شويه في بعض الالفاظ او التطاول في الوصف نفسه، انما انا ضد حبسه طبعا. انت مع حريه التعبير؟ طبعا، حتى لو كانت ممكن بس حريه التعبير ما تاذيش الاخر، ما تاذينيش، قولي رايك، انما ما تشتمينيش، ما تهينينيش. رايك انا على عيني وعلى راسي. انت انا ممثله وحشه ومش عاجباك يعني اوكي، انما ما تخشيش في ذاتي وتشتميني. بس ممكن هذا الامر يؤدي الى نوع من زلزله بكيان دوله معينه، باسس مبنيه عليها هذه الدوله. انا بمجرد التعبير عن راي معين ممكن يكون عم هد هذا الكيان، حتى لو ما كنت عم بشتم. يعني انا شايفه انه لا غلط الحبس بتاعه، لان فين امال فين الديمقراطيه وفين الراي الحر؟ هو ده رأيه، هو ده تفكيره وده رأيه، إنما ما تهنيش، ما تشتمنيش في ذاتي، ما تجرحنيش، إنما قول رأيك زي ما أنت عايز وأنا هسمع لك، ياخد بيه ما ياخدش بيه. يسرى هاجمت الفنانات المحجبات وقالت عن شروطهم في التمثيل زودوها حبتين، وتساءلت هم بيضحكوا على مين؟ لما الممثلة تقول أنها لا تريد الظهور في مشهد واحد مع زوجها في مسلسل لأنه حرام، تعليقك إيه؟ ما هو ممكن قوي ان انا اجي في مشهد وما اخدمش الدراما عشان انا محجبه. يعني زي انا جاني في مشهد في حبيب الروح، جوزي معايا في اوضه النوم، فانا كنت خارجه من الحمام متوضيه ورايحه اصلي الفجر، فلابسه الاسدال بتاع الصلاه، فكلهم قالوا دي بوظت الدراما، معقول في اوضه النوم ومع جوزها ولابسه اسدال الصلاه؟
طب انا مع جوزي دلوقتي لما بروح اتوضى واخش عشان اصلي ببقى لابسه الاسدال، انما ما بوظتش الدراما. هم خدوا على ان احنا بنقول هنبوظ الدراما بالشكل ده، يعني ان انا ما اقعدش مع جوزي في اوضه النوم. ليه؟ ما انا بقعد معاه، بس هو لازم اقعد معاه وانا عريانه؟ يعني مش 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 ده اللي هيخدم الدراما يعني. دي وجهه نظرك، بس بالنسبه للبعض الاخر انه ايه هي قدام جوزها حتكون شالحه الطرحه يعني. ايوه حبيبتي، بس لو انا رايحه اصلي وهو شايف ده المشهد، بس عم بحكي بشكل عام. لا بشكل عام كنت عادي معاه في اوضه النوم عادي، بس طبعا لابسه حجابي، بس كنت عادي في اوضه النوم لاني خارجه، انا خارجه فبلبس حجابي وخارجه، انا جايه من بره فلابسه حجابي. انما ما عملناش مشاهد فيها ان انا وهو قاعدين في السرير او ان انا وهو قاعدين لوحدنا، بالعكس. ولو كان ممكن يخدم الدراما كنت ممكن تأدي دور، ولا في بعض الامور في موانع انت بترفضيها رفضا قاطعا؟ لا ما عملهاش، لا ما عملهاش، ما تعمل، ما عملهاش. نشرت بعض المواقع عدد من الفيديوهات وصور من أفلامك، شو تعليقك سهير؟ للكبار فقط، فوق 18 عام، مشاهد ساخنة، قبلات نارية، عناوين زي كده، تعليقك لمن تسمعك في الموضوع؟ أنا شفت ودخلت وشفت وقلت اتقوا الله، يعني أولا دي أفلام قديمة، ثانيا أنا قلت أنا متبرأة منها، فأنتم ما تعيدوهاش تاني وتحطوها كده، لأن أنتم بتاخدوا ذنوب. اللي بيعمل ده هو بياخد ذنبه، هو مش حاسس، لانه بي بي بيخش في عرضي وبيخش في شخصيتي في حاجه انا طويت صفحتها، يعني ربنا قابل التوبه مني. فانت بتيجي تقول دلوقتي بترجع تاني الافلام دي والحاجات دي، طبعا يعني يتقي الله وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم. ننتقل الى لماذا؟ لماذا كمان مجموعه من الاسئله، لماذا انفصلت عن فاروق الفيشاوي بعد زواج استمر سنوات؟ نصيب نصيب يعني، كان لا كان لازم ننفصل عشان ده النصيب. انفصلت زي ما انفصلت من اي زوج اخر. بقيتي يعني معاه كم سنه؟ خمسه. خمس سنين. سهير، بينحكى بالكواليس وانت قلت عرفت ازاي انه انت عانيت من ادمان فاروق لفتره طويله، يعني عانيت معاه في هذه المرحله وصرفت الكثير من الاموال. احنا انفصلنا عشان احنا يعني قعدنا خمس سنين كويسين وكل حاجه، وكنا بنشتغل سوا وكله، وهو راجل فنان كبير وعلى خلق وراجل، فاروق الفيشاوي ده راجل فعلا. واللي حصل ان احنا ما قدرناش نكمل فانفصلنا عادي خالص. اللي خلاك تنفصلي عن فاروق؟ لا نصيب، ما انا بقول لك نصيب. في وقت بتيجي انت زي ما قلت لك بتلاقي ان الحياه صعب تستمر، فصعب ان احنا كنا نستمر بقى. انا اللي فهمته انه معظم زيجاتك ما كملت لانه الغيره كان سبب وعامل رئيسي، كنت تعاني من الغيره كمان مع فاروق؟ لا لا، فاروق ما كان، فاروق فنان زيي وانا فنانه وكنا بنشتغل احنا الاثنين، فما كانش في حته الغيره اللي دي. انما فاروق راجل غيار على فكره، هو راجل غيار بطبعه كمان، انما ما كانش دي سبب انفصالنا. لا الانفصال ان احنا ما قدرناش نكمل، يعني زي ما قلت لك انا ما باجي لوقت معين واقول ان الحياه صعب تستمر على 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 مراره او على على ان طب نستحمل، طب نمشي، طب نخلينا مع بعض. لا ما استحملش انا الكلام ده. يعني ما كان في مشكلة بالإدمان مع فاروق الفيشاوي؟ لا خالص. لماذا لم تفكرين في التبني حتى تعوضي حلم الأمومة؟ دلوقتي هيبقى صعب، لأن أنا عشان أجيب طفل دلوقتي وأتبناه، يعني الحمد لله الواحد عنده بره بيقدر يعمل ده مع اللي بره وموجودين وكبروا وما شاء الله بهم كويسين. إنما عشان تجيبي طفل دلوقتي وتحطيه وأنا خلاص كبرت، يعني ما مش ضامنة إن أنا هعيش له كل العمر عشان أكمل تربيته كده، فصعب. وهسيبه لوحده برضه زي بفتره سابقه؟ لا كان صعب، انا قلت لك لان انا كنت حياتي لماما كلها. مجرد ما ماما توفت، ماما توفيت دلوقتي بقى لها، هي توفت 2003 بقى لها 13 سنه بس. من 13 سنه ما فكرتي ولا بيوم من الايام يكون عندك ولد؟ لا صعب، صعب بقى في السن ده، وصعب في الوحده اللي انا فيها عشان انا خفت يعاني بعد كده اللي انا بعانيه دلوقتي. لماذا لم تتزوجين من عمر الشريف؟ راجل جاي اول مره يجي مصر بعد الفتره اللي كان سافر فيها وكده، وانا كنت اياميها عامله المذنبون وجيت اتفرج عليه وقال لهم انا عايز يعني اشوفها واتعرف بيها وكده، فكلموني في التليفون وقالوا لي، يعني قلت لهم طبعا على راسي يجي، وعملت عشاء كبير وجم كل الفنانين بتوعه اللي هو كان بيحبهم واللي كان عايز يشوفهم، ومن ضمنهم كان يوسف شعبان وسمير صبري، و كان في ناس كتير في في العشاء ده، واتعمل في البيت عندي وضيفته بما يجب ان يكون يعني. وكان عمر الشريف، يعني عارفه زي عمر الشريف وجاي بعد الفتره دي كلها،
فهم فهموها غلط خالص، يعني فهموا ان انا بعمل العشاء ده وانه معزوم عندي في البيت ومش عارف ايه وكده، انه في حاجه، انما ما كانش في اي حاجه خالص، فقط اشاعه. طبعا. لماذا قررت الاعتزال قبل تصوير فيلم احذروا هذه المراه؟ احذروا هذه المراه؟ لا انا مش قررت الاعتزال، انا اعتزلت في اخر فيلم ليا كان دموع صاحبه الجلاله. انا احذروا هذه المراه لما كنت هخش اعمله، يعني حصل بيني وبين المنتج كان دكتور عادل حسني ان انا ما تفهمناش سوا، وقلت له لا خلاص انا كده ولا كده انا هسيب الجمل بمحمل يعني. بس ومشيت. يعني كنت موافقه عليه وكنت اوريدي يعني مثل ما بقول اخدي قرارك انك بدك تتحجبي وتعتزلي. واتعاقدنا تقريبا كمان. وعملته الفنانه نجلاء ربنا يا رب يشفيها ويديها الصحه. لماذا اتهمت شركة صوت القاهرة بإهدار المال العام؟ أنا اللي اتهمتها؟ أنا بالعكس أنا عملت المستحيل. في تصريح لنا؟ ما حصلش طبعا، علشان الاختلاف والتوقيت والطول اللي حصلت كمان والفترات الزمنية. لا ما حصلش، أنا بس أنا زعلت إن هم ما مش قادرين يكملوا المسلسل، وحرام المسلسل إحنا صورنا فيه فترة كبيرة. صحيح أنا ما خدتش بقية مستحقاتي لغاية اللحظة دي، انما انا صعبان عليا المسلسل، انما هم ما قدروش المال، هم ما عندهمش فلوس عشان يهدروا اصلا. مفيش سيوله عندهم في صوت القاهره عشان يهدرها. وانت مستحقاتك لغايه دلوقتي لا ما خدتهاش كده، والمسلسل ما كملش. لماذا شاركتي في عرض ازياء المصمم هاني البحيري؟ انا اشتركت في عرض الازياء؟ يعني طلعت على كنت موجوده كنت كمان. موجوده لا رحت عادي. في نوع من صداقة طبعا وبيعمل لي حاجات وكده، يعني لا ده اخ وصديق يعني عادي. وانا كنت لوحدي، كان كل الفنانين فنانين مصر كلهم كانوا هناك. انت بتقولي الفن مش حرام. عرض الازياء حرام؟ لا ليه حرام ليه؟ ممكن تطلع العارضة بلبس لانجري واندروير وميو وغيره. لا دي انا استحرمها انها تطلع بالاندروير او تطلع بالمايو كده، يعني شايفه انها دي تبقى حرام، انما لو بتعرض فستان ولا بيعرضوا فساتين لا فيهاش حاجه. لماذا تعددت زيجاتك من جنسيات مختلفه؟ سوداني. سوداني؟ لب. سوداني لب. سوري. كويتي. سعودي. مصري. في جنسيه ما ذكرتها؟ لا والله انت جايبه كله الحقيقه. مين أفضل جنسية كانت أقرب لجنسيتك المصرية، لشخصيتك المصرية؟ المصري. المصري طبعا. أكثر انسجمتي معاه أكثر من طبعا. مين اللي ما قدرتيش تنسجمي بقى من الجنسيات دي؟ كلهم. كلهم؟ كلهم. يا مصري يا بلاش. يا مصري يا بلاش. طيب لماذا قلتي أن زواجك بمحمود قبيل كانت غلطة؟ لا ما قلتش كانت غلطة، قلت كان تسرع. كان تسرع مني ومنه. من الاثنين. احنا الاثنين اتسرعنا في اتخاذ القرار وعملناها بسرعه وبين يوم وليله وبعدين ما قدرناش نكمل فانفصل. كمان كان سببها الغيره، موضوع الغيره؟ لا مع محمود؟ لا 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 لا, لا, لا. ما قدرناش نكمل يعني. انا وهو محمود راجل مثقف وفاهم وواعي فما حصلش نصيب وما قدرناش نكمل. يعني اتفهمنا بان احنا الاثنين اخذنا قرار متسرع. قد ايه بقيتوا مع بعض؟ سنة. ده اللي اتكلمنا عنه من شوية. لماذا رفضتي مقابلة الرئيس محمد مرسي؟ لا ما قدرتش لما كلموني وقالوا لي ان هو في الفيرمونت وعايز يعني يقعد معانا ويشوف طلباتنا ايه عشان هو خلاص يعني ضامن ان هو هيكسب وحاجات كده. فانا قلت طب انا اقعد معاه ليه اذا كنت انا اصلا عايزه احمد شفيق، يعني انا هرشح احمد شفيق اقعد مع مرسي ليه بأمارة ايه؟ فقلت لهم الكلام ده اللي بيكلموني بيقولوا لي يعني مستنيينك وكده. فقلت له لا اسفه جدا انا ما اقدرش ان انا اولا ارشح احمد شفيق، ثانيا انا ماليش في حاج مرسي ده خالص. ما كنتيش خايفه من رده الفعل؟ هيعملوا ايه؟ انا رافضه، انا وانا بقول حاجه انا بقول انا عايز احمد شفيق، مش هو في انتخابات ولا يعني. ونصل إلى الفاصل الأخير من حلقتنا لهذه الليلة مع ضيفتنا النجمة سهير رمزي. قيل، جاهزة لقيل؟ قول يا حبيبتي. قلتي عرفت والدي الحقيقي وعمر 12 عاما ولم أشاهده سوى مرة واحدة وتوفي من بعدها. صح، بس مش 12، 13 سنة. 13 سنة.
والدك تم استبعاده سهير ولا كيف حصل؟ لا ايه يعني لا كواليس لا هو حكايه هو ايه؟ هو كان مرتبط بماما وكانت هي حامل فيا وانفصلوا وهي حامل ورجعت مصر عشان هي كانت عايشه في بورسعيد معاه، هو كان عنده زوجه واولاد تانية. فلما نزلت مصر وجابتني ولدت هو كان عنده حوالي 5 أو 6 مخلف وقتها يعني. فالواحدة دي اللي هو خلفها اللي هو أنا دي واحدة عند ماما هو مش محتاجها، فزي تقولي سابني مش فارقة معايا يعني، خلاص أنا عندي 5 6 تانيين بربيهم وهي مع أمها خلاص تربيها لما تكبر هشوفها. فكان البعد بقى وأمي من حبها فيا قوي وخوفها عليا لا ياخدني منها بقت ما يعني قطعت كل العلاقات بينها وبينه خالص. هو ما طلبش طول الفترة دي ما طلبش يشوفك خالص، بحيث ان انا كمان لما ماما اتجوزت المخرج سيد زيادة انا كان لما كبرت عارفة ان ده ابويا الحقيقي سيد زيادة مش ابويا ده. ما كنتش يعني تعرف انه خالص 13 سنة عايشة مع ابويا سيد زيادة ده واخواتي دول، هو كان برضو متجوز واحدة ومخلف منها سيد زيادة، ليه اخواته اولاده دول اخواتي ودي حياتي لمدة 13 سنة. لما اتفاجئت لما ماما انفصلت منه وقالت لي ده مش ابوكي الحقيقي، ابوكي الحقيقي فلان، عارفه السن ده بقى ولسه البنت عملت ايه؟ انا ما كنتش مصدقه، لا انا بحب بابا سيد ده اللي رباني وبابا محمد ده انا ما شفتوش ما اعرفوش، اول ما شفته وحضنني شفتيه ازاي؟ ايه انت طلبتي تشوفيه؟ لا 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 هو طلب عايز يرجع امي، كان عايز يرجعها فعلا. كانت هي بقى وقتها بتشتغل في فيلم اسمه توبه بيتعرض كتير هي وصباح، فرجع امي فماما قالت له قبل ما نرجع وكده لازم تشوفها هتشوف هي يعني احساسها ايه بالنسبه لك كمان. فجت قالت لي بقى صحتني قالت لي ده مش ابوكي وده كده يعني ده ابوكي الحقيقي اهو، ف مش ده ابوي وخلاص بقى ابويا وده لاخواتي التانيين اللي انا رايحة أقعد معاهم. ورحت بورسعيد واتنقلت من الليسيه اللي في مصر الجديدة مدرستي للليسيه بورسعيد، قعدت سنة معاه ما قدروش هما يكملوا هما الاتنين، كانت أمي بقى عارفة بقت فنانة وكده وهو يعني هو السيد قوي قوي بابا، فما قدروش يتفهموا فانفصلوا وخدتني ونزل، فما شفتوش هي إلا السنة دي اللي عشتها معاه هناك، وبعد كده ما شفتوش إلا لما قالوا لي إنه اتفخ. هو ما كانش حابب يتقرب منك حسب ما فهمت من تفاصيل القصه؟ لا 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 هو كان مش محتاج ليا يعني مش محتاج لعواطفه كأب ليا، لانه عنده بعد كده جاب 10 بقى كان عنده 10 كان عنده 10 وان كان عنده 20 تبقى بنته، ما هو مش مهم عنده مش فارقه معاه، هو مش فارقه معاه، عشان كده بقول لك انا اللي حبيته واللي بكيت من قلبي عليه فعلا لما توفى ابويا اللي رباني 13 سنه واداني اسمه 13 سنه وكان بيوديني المدرسه وكان هو اللي بيخش معايا وهو ولي امري، فده لما توفى انا تعبت فيها جدا. انا لما قالوا لي ان بابا توفى زعلت انما ما عرفتوش، بس عادي زعلت انما ما حسيتش بالعطفه اللي كنت حاساها لابويا اللي رباني لان ده اللي عشت معاه واول ما فتحت عيني شفته، انما ده سابني شافني سنه كده وخلاص ومش فارقه معاه. لما شفتيه المره الاولى فاكره طبعا اه فاكره، بقول لك انا قلتها قبل كده قلت ريحه الجاكيت بتاعته الصوف بتاعته في مناخيري لغايه دلوقتي لما بفتكرها، انما مش حاسه ان ده الاب، انا كنت حاسه ان ده بابا سيد الثاني ده هو ده اللي ابويا، انما ده ما ادانيش اي عاطفه ما ادانيش اي احساس بالابوه ما ادانيش اي احساس بان هو سال عليا انه ما فيش خالص. تعالي انت هاتي انت بتقولي طفل تتبني طفله وتبنيتي طفل النهارده هو بيبي وكبر معاكي، انت امه انت كل حياته امه اللي ولدته مش هيفتكرها لو شافها، فده طبيعي. واكيد هذا الامر يعني بعمر فتاه مراهقه تعبني قوي، كان له تاثير تعبني جدا. انعكس ازاي تعبك ازاي؟ تعبني لان انا كنت في السن اللي هي البنت بتبتدي ايه عارفه 13 سنه دي بتبتدي بقى تتفتح وتبقى يعني منوازيل بقى وكده، فلقيت روحي لا ده اخواتي اللي انا عشت معاهم 13 سنه ولد ابويا، ولقيت اخوات تانيين واب تاني واسلوب تاني وحياه تانيه وتعامل تاني وكده، فكنت لايصه عارفه ازاي مش عارفه احبهم وهم مش عارفين يحبوني حتى اخواتي يعني. انا 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 ليا اخوات دلوقتي موجودين يمكن يكونوا بيشوفوني دلوقتي ممكن اشوفهم في الشارع ما اعرفهمش،
هم ممكن يعرفوني كسوير رمزي، انما انا ممكن ما اعرفهمش. ما حاولوا يتواصلوا معك كل هالوقت؟ حاولوا الحقيقه وتواصلوا كل حاجه، بس عارفه تليفونات وكده الدنيا بقى والزمن بقى عشان كده يعني حللتي شي مره شخصيتك بشكل انه ما قررت تجيبي اولاد، عدد زيجاتك، وكانه هيدا انعكاسات لكل هالفتره اللي عشتيها بطفولتك ومراهقتك سهير. ممكن طبعا طبعا، وطبعا ده مأثر عليا وعلى نفسيتي وعلى شخصيتي، بس الحمد لله انه مش عامل لي اثار وحشه او تضر او لا لا، يعني انا متصالحه مع نفسي جدا جدا جدا، وراضيه بكل اللي كتبه لي ربنا، ولو اتعادت بيا الحياه هعيد كل ده تاني من جديد. سامحي والدك الحقيقي؟ طبعا. سامحتيه؟ طبعا طبعا مسامحاه طبعا. لا ده مهما كان ابويا، وبعدين هو حتى لو كان كده في شبابه نسيني ولا الدنيا خدته ولا حاجه، بس هو راح ولا جه ابويا ربنا يسامحه ويجعل مثواه الجنه يا رب. حلمي بكر، قال سهير رمزي اجمل زوجاتي. يشكر ميرسي. هو انسان جميل. علاقتك فيه يعني توصفي المرحله اللي كانت مع حلمي؟ لا حلمي، حلمي اخ وصديق وغالي جدا جدا، وبعدين حلمي فنان. يعني انا زعلانه ان الناس اللي موجوده دلوقتي في الوسط الفني مش عارفه قيمه هذا الفنان. الفنان ده فنان كبير جدا وجواه يعني ربنا يديله الصحه والعافيه. ولو اعتراضاته كثيره؟ اعتراضاته على ايه يعني؟ على كل الاجواء الفنيه والمشاكل الفنيه. اللي هو بيقوله يعني اصل بصي هو في حاجه، حلمي صريح جدا ومندفع، ممكن بعد كده يقول انا ليه عملت كده وانا ليه قلت كده، انما هو طيب، انسان طيب جدا 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 جدا، كريم جدا، انما هو مندفع. حتى معك كان كده؟ حقيقي. قيل انك تزوجت من الامير خالد بن سعود بن عبد العزيز ال سعود صفقه من اجل المال. ده كانت قصه حب. انتوا ايه قصه حب؟ دي كانت قصه حب كبيره، وكنت انا بشتغل اياميها في مسرح، وكان بيجي يقعد تحت المسرح ويستناني، حدوته كبيره يعني. هو كان معروف كمان بتعدد زوجاته. وكان يحبهم من الوسط الفني. لا مش تعدد، هو اتجوز صباح. لا اتجوز الحاجه شمس. وانا بس ما اتجوزش صباح. ما اتجوزش صباح؟ لا. قصة الحب دي ابتدت ازاي؟ من المسرح؟ من المسرح، كان بيجي يتفرج عليا، وكنت بعمل مسرحية اسمها البكاشين مع الله يرحمه الفنان الكبير فريد شوقي. فكان بيجي يقعد كل يوم يتفرج يتفرج يتفرج، وانا اقول ايه اللي قاعد في اللوج قدامي ده على طول كده يعني. فقالوا لي بقى ده فلان، ده الامير خالد، ده له اللوج ده مخصوص عشان يجي عشان يتفرج عليه. فطلع لي بقى في الكواليس واتكلم معايا وما اعرفش ايه وكده، وبعدين راح عارض عليا الجواز على طول. على طول. فقلت له طب نعمل فتره خطوبه يعني. هو كان هانسم قوي وكان برنس يعني، شكله حلو، وانا اسطوره الامير دي يعني ايه يعني، عارفه زي سندريلا بقى، سندريلا بقى وكده، وطالعه جديد وكده، وزي يعني ايه يعني الحياه والشباب والحاجات دي بتاخد الواحد. عشت الحياه الملوكيه؟ لا والله بصي هو كان انسان بسيط جدا وكان طبيعي جدا جدا يعني، ما كانش يعني شغل اسماعيل كده في الاساطير الامراء لا لا لا، كان انسان بسيط جدا ومثقف ثقافه عاليه وخريج اوكسفورد يعني، كان الله يرحمه. واهله تقبلوا الموضوع ده؟ طبعا. ما كان في مشاكل؟ عاده بنسمع انه ارتباط شخصيه خالص، وبعدين فنانة ممكن تعمل نوع من مشاكل او بعض الاعتراضات. لا انا كمان اشترطت عليه لو عايز تتجوزني مش هبطل شغل، هو كان عايزني ابطل لان ما عندهمش حاجه يتجوز ممثله وتفضل ممثله يعني، هو ايام ما اتجوز الحاجه شمس بطلت اعتزلت، انما انا قلت له لا شرطي الاساسي شغلي، توافق عليه اوكي، ما توافقش يبقى خلاص احنا فوافق. واستمر الجواز ده كام سنه؟ اربع سنين. اربع سنين. وبعدين سافر هو، وكان في مشاكل مع المملكة هناك وكده، وحصل الانفصال. علا غانم هجمتك. ليه؟ قالت أنا ضد الفنانات اللواتي يمثلن بالحجاب لأنهن اخترن التقرب إلى الله والاحتجاب عن الآخرين. مش شخصيا لإلك هجمتك، بس هاجمت كل اللي بيتحجب. يرجع للفن ليه؟ ده رأيها، ده رأيها، هي حرة فيه، ما أقدرش أقول لها حاجة، رأيها ويحترم رأيها على عيني وعلى راسي، بس هي ملهاش يعني دعوة بالمحجبات اللي رجعوا، لأن هم ليهم قناعة خ...
خاصة بيهم هم بحجابهم وجمهورهم اتقبلهم وليهم تاريخ هي لسه ما عملتوش. فإنما رأيها على عيني وعلى رأسي، هي رأيها، هي حر. يعني أليس من المفترض على التي تتحجب أنه يكون أكثر عمل التقرب إلى الله والاهتمام بهذا الشأن؟ هو أنت عشان تتقربي من الله تبعدي عن الدنيا؟ طب أنا ممكن ما كل يفهمها في بعض الناس تفهمها بالشكل ده. لا طبعا، هو الحجاب يمنعني عن الحياة، هو الحجاب يبقى عن الفن، يبقى حائل عن شغلي وعن فني، وأنا بقى أعمل إيه في الفن؟ ما هو يفرق بقى أنا بعمل إيه. ما هو الله يرحمه كان الشيخ شعراوي قال لي شوفي يا سوير، في كوباية فيها مية وكوباية فيها خمرة، هي بس نفس الكوباية، ممكن تشربي ده وممكن تشربي ده، أنت حرة. فأنا النهاردة يعني بحجابي وملتزمة وبعمل الحاجة اللي ممكن في حدود إمكانيات حجابي وحدود شغلي، مش 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 مضايقة حد. هو المهم إن أنا ما أكونش بتعدى على حقوق حد بس. طيب، قيل قيل أنك تحرضين على الشذوذ الجنسي بسبب تقبيلك للفنانة صابرين من فمها في إحدى الحفلات، تعملي كده؟ مش عيب يا سهير؟ صوري صوري. يعني أنا ضحكت ضحك، أنت عارفة طبعا صابرين دي أكتر من أختي، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، إحنا كنا في زحمة جامدة جدا وكنا بنهنئ بعض عشان التكريم، فكله بسني في خدي، فكل خدي ده عبارة عن روج 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 روج، فهي حبيبتي جت وهنبوس بعض، فمش عايزين نوسخ بقية الخدود خلاص، فيا دوبك عارفة زي مبروك. يعني ده شيء بنعمله كلنا مع بعض عادي، إنما مش يعني ده كلام، يعني ده منطق، ده كلام يعني قد كده فاضيين، وقد كده بيرموا تهم على الناس، وقد كده ما عندهمش حاجة يقولوها إلا إن هم يسبوا الناس كده. يعني هو ده الصحافة، هو ده الحاجة اللي تخلي الناس تتفرج أو تسمع أو تشوف. عيب. بس هو طبيعي الست تشوف ست تانية تبوسها في بقها؟ هو بوستها في بقها ازاي؟ ما هو تفرق ازاي انها بستني وبوستها في بقها؟ بقول لك احنا كل خدودنا كانت مليانه روج من البوس، من مبروك 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 عادي، فاحنا جينا كده يعني محل فاضي مبروك بقى. لا مبروك عادي عادي خالص، كانت عاديه، ودي بتحصل للبنت مع امها وبتحصل للاخت مع اختها وبتحصل عادي، ما افتكرش انها ما حصلتلكيش، ما افتكرش عادي. اصلك مش هي النية ايه والطريقة ايه؟ وبعدين في الهيصة وفي الزحمة دي حرق، ده كلام والله العظيم عيب وحرام. وحياة ربنا احنا وصلنا لمستوى يعني يحزن. انا شخصيا انا ما شفت، قعدت اتحجت لي كريزة بس الدحك. المشهد ده ما بقول لك نسبة المتابعة عليه على اليوتيوب كبيرة جدا، بشكل كتير كبير. شفت انا كم مرة؟ كتير شفته، وشفت في هزود عليك وشوفه كمان مره، وجابوه في جابوا اسمه تامر حبيب، تامر امين في البرنامج بتاعه، وقعد اتكلم عليه وكده، فقلت يعني يا تامر يعني بتتكلم في ايه وبتقول ايه؟ يعني عيب والله، عيب يعني. احنا ستات وفي حفله كبيره وفي حفله خاصه وقاعدين بنهنئ بعض بالتكريمات، يعني ما ظبطناش، قاعدين في حته ولا واخدها ونازلين مش عارفه فين، ولا قاعدين من يعني. مخرج عبد الفتاح ممكن نشوفه؟ يعني احنا مستنيين عشان قال خلاص يلا وتصورنا وضحكنا، يعني احنا قصدينها، مش حاجه يعني فجاه يا سلام ظبطها. لا عيب. بس ممكن تكرر الموقف ده؟ طبعا لو انا مقتنعه باللي انا عملته انه مش غلط هكرره طبعا. ممكن واحد تفاديا من الالسنه والحكايات لا لا لا, لا 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 اوعي تقولي ان الغلط انا اخاف منه او ازعل منه او اعمل له حساب. لا، الغلطان لازم يعرف انه غلطان، واللي عمل عيب واللي قال عيب لازم يعرف انه قال عيب، لان ده مش هيأثر فيا ولا هيأثر في صابرين، انما يعني ده احنا بنتصور، ده احنا عملناه وبنتصور ليهم يعني. يعني لا 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 يا رب، طولتوا شويه بس. لا ما احنا مطولين عشان هم بيقولوا خليكوا استنوا بنصور عشان نتكلم عليكم عشان اكتر. صوري يعني حاجه. سهير، نحن بداية الحلقة وضحت فكرة الحجاب وقلتي اللي أنا عاملاه ده نوع من احتشام، ده مش الحجاب. لما تسمعي الجمهور بيقول حجابك نصكم، ما تقلعي بقى وارتاحي. لو عايزة أقلعه هقلعه، بس أنا مش عايزة. هو يقول نصكم، يقول ما يوحى، يقول اللي هو عايزه، إنما أنا شخصيا مقتنعة بيه، أنت مالكش دعوة بيا.
مش نص كم خالص. يعني انا قاعده كده دلوقتي، جاي لما هنزل شعري وهقعد بشعري تفرق كتير. فانا انا شخصيا شايفه ان انا هو ده اللي انا بعمله اللي مريحني دلوقتي. ده الصوره وده التعليق. فيها ايه؟ قولي لي فين الشعر اللي باين. هو معتبره حجاب بالمعنى الحقيقي للحجاب. مش الحجاب ان انا احط طرح؟ مش هو ده؟ هو انا عندي في ديني وفي قراني قال لي تفصيلا حجابك لونه كذا ويتحط كذا ويتفصل كذا؟ هو انا عندي ده؟ عندي ده في ديني ولا في قراني؟ ما عنديش ده. انا ما عنديش في الحجاب البسه شكله ايه؟ احمر ولا اخضر، اسود، ابيض، مقفول، مفتوح، خفيف، رفيع، اقفله على صدري ولا افتحه من ورا، اعمله سبانيش ولا اعمله مش، ما عنديش حاجه بتقول كده. بتقول لي اتغطي وخلاص، اتغطي شعرك وخلاص بالطريقه اللي تريحك بس. طيب اللي بعده، قلت اعتزلت الفن بندوة لعمر عبد الكافي وعدت الى الفن بفتوى من القرضاوي. ما رايك بفتوى القرضاوي للاخوان بالخروج ضد الجيش والشرطه على انه فرض؟ انا شخصيا اتصدمت في القرضاوي، لان انا ايام ما جيت ارجع فالحقيقه الحاجه ياسمين قالت لي، انا كلمتها وقلت لها انا عايزه ارجع وكده وفي مسلسل معروض عليا حلو وي وي، فانا مش عارفه وانا الوحده وماما سابتني وكده وانا حاسه ان، فقالت لي تعالي نسال شيخ. فكان القرضاوي وقتها في مصر، فروحت وسالته قلت له دلوقتي انا لو رجعت هل ده يأذي حجابي والتزامي وكده ولا يعني ايه الوضع يبقى شكله؟ قال لي شوفي لو انت بحجابك ده اللي انا شايفه وبالتزامك ده تطلعي تعملي مسلسل هادف وفي رساله وفي حاجه تفيد مجتمعك انت ما عملتيش حاجه غلط، انت بالعكس انت عملتي حاجه صح قوي. انا نزلت من عنده مقتنعه بالكلام ده. انا دلوقتي لما تجيبي لي سيره القرضاوي بقول الراجل اللي انا قعدت معاه ده مش هو ده، ده مش هو ده اللي انا بسمع عنه دلوقتي واللي بشوفه واللي عامله، مش هو، مش هو خالص. يعني حصل حاجه بقى في المخ في البتاع، الله اعلم. تقولي له ايه؟ اقول له ربنا يعني يشفيك ويهديك ويرجعك لثوابك اللي انت كنت فيه، لان انت اللي انت فيه ده اكيد في حاجه مش مظبوطه. هل التشدد الديني، التعصب الديني ممكن يخلينا ما نشوف قدامنا؟ هو طبعا يختفي البصر والبصيره. هو التطرف بيبقى الواحد ماشي زي البتاع اللي محطوط عليه حاجات كده و... مش قاشع. مش شايف، مش شايف. فهو ده من اخطر انواع الـ 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 يعني انا مش هسميه دين لان ده ما يبقاش دين، يعني من اخطر الحاجات اللي على النفس لما اذي نفسي بيها ان انا ابقى عندي تطرف ديني. يعني ديننا دين وسط، اصله احنا ديننا دين وسط. سؤال اخير، قيل انك تعرضتي لتهديدات بالقتل من قاتل الفنانه الراحله وداد حمدي. هو لا، هو مش تعرضت، انا هو كان جاي اوريدي يقتلني، مش هو ما كانش هيقتل وداد، كان جاي يقتلني انا وبعدين يسرى. ايه 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 الحكايه؟ هو ريجيسير وكان بيجي باستمرار عندي ويخش جوه عندي ويحطوا له الاكل ويدوا له فلوس ومش عارف ايه. ولد جلبان، ولد مهذب وخلوق وطيب جدا 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 وخجول قوي قوي، وانا كنت بعطف عليه جامد لان هو كان حقيقي انسان كويس قوي، كان يطخ مشاوير ويجيني في عشان يجيب لي الاوردر وكده. بس واضح ان هو كان وقتها بقى بياخد حاجات وكده واحنا مش يعني ما نعرفش ان هو بياخد ايه، فكان محتاج فلوس عشان هياخد حاجه او بتاع مخدرات، يعني مخدرات اكيد طبعا. فجه على البيت عندي وفتحوا له عندي، فكنت انا لسه في الزمالك في الدور ال11، فعلى ما طلع والبواب مسكه من تحت ومش عارف ايه، عارفين انه بيجي يديني اوردر فسابوه يطلع. فلما فتح له الطباخ اللي عندي قال له المدام مش موجوده، قال له يعني ايه مش موجوده؟ انا عايزها، ما كنتش انا موجوده في البيت مش عارف ايه. وراح مطلع من جيبه سكينه عايز يضرب الطباخ فطبعا مسكوه، كان عندي ناس في البيت كتير مسكوه كده وخدوه يعني مشوه. لما جيت انا بعد ما نزل من عندي بعد الحادثه دي راح على يسرى ما لقاهاش موجوده. من عند يسرى راح على وداد الله يرحمه. الله يرحمه. ويعني كان عاوز فلوس علشان التعاطي بتاعه. ولذلك هو خد من وداد ايه مش عارفه 200 ولا 300 جنيه اللي كانوا موجودين. لما انا عرفت انه انت كنت المستهدف الاولى. لا انا اصلي ربنا شالني من حاجات كتير كده كده؟ يعني كتير قوي. زي ايه؟
ما انا حكيت لك حكايه العربيه واللي قلبت بيها وكده، يعني في حاجات حصلت في حياتي كده، بس الحمد لله انا مسلمه امري لله. بعد هذه المسيره نحن اسئلتنا خلصت. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ازيك سهير؟ بعد هذه المسيره الطويله من الفن والعطاء والتجارب الحياتيه بتختصريها بايه؟ والله بصي، هو يعني انا زي ما قلتها من شويه، لو الزمن رجع بيا هرجع تاني هعمل كل اللي عملته ده. تعيش نفس الحياه؟ كل اللي عملته. انا مش ندمانه على حاجه عملتها في السي في بتاعي اللي فات ده كله. اذا كانت بعض الافلام اللي احنا اتكلمنا عليها وكده هيبقى عندي فكره بقى دلوقتي مش هعملها، انما حياتي العاديه الخاصه همشي بيها زي ما كانت بالظبط، لان كان فيها كل وقت فيها كان له حلاوته. وتعلمت من الدنيا ايه؟ لا اتعلمت كتير. ايه الحكمه اللي كسبتيها؟ اتعلمت كتير. انا ماشيه بحكمه اصرف ما في الجيب ياتيك ما في الجيب، ما تفرقش معايا بقى يعني لازم الفلوس تبقى موجوده عشان تتصرف، انما مش عشان تتشال. انا ما بحبش اشيل، احب اجيبها عشان تتصرف باي شكل اصرفها. يعني اديني النهارده مليون جنيه هصرفهم لو ممكن، يعني عندي مبذره يعني جدا جدا، وده مش حلو. ده اللي انا بقوله ده مش حلو. فيعني طلعت بقى من الدنيا دي بان لا مش كده، لا لا الحياه ما تنفعش كده، لازم يبقى فيه. يعني انت صرفتي كل فلوسك سهير؟ الحمد لله صرفت وعشت واتمتعت بس لاخرتك في فلوس؟ الحمد لله مستوره، في ضمان مستوره الحمد لله. المهم ان انا ما احتاجش لحد. رغده انا لا هلبس فوق اللي انا لابساه، ولا هنام على سريرين، ولا هلبس جزمتين، ولا يعني كل حاجه. الحياه بسيطه جدا جدا. وبعدين انا طالما انا مستوره انا مش عايزه من ربنا غير الصحه والستر بس. حكمتك اليوم بتقول ايه؟ حكمتك اصرف ما فيك لسه لسه والله لا الواضح انك تلبسي اربع جزم مش جزمتين في اليوم الواحد. والله سهير رمزي، عند انتهاء هذه الحلقه التقييم التالي سوف يكون: تجاربك بالحياة أعطتك دروس كبيرة ومتنوعة، إضافة لذكائك الظاهر من عينيك لتصنعي خليط خاص بسهير رمزي، خليط بسعادة على تنبؤ بما سيحدث، شيء يشبه الحاسة السادسة. أضف إليه طبعا طيبة قلبك، مما بيجعلك شخصية محبوبة بامتياز من كل الأشخاص اللي حواليك. دبلوماسية، رومانسية، وحنونة، لديك جانب روحاني، جذابة وشاعرية وحساسة بدرجة كبيرة، بتهتم بالأشخاص اللي حواليها لكنها غامضة بعض الشيء، لديها عقلا نشيطا يفكر طوال الوقت، وهي دائمة البحث عن المعنى العميق للحياة. جميل جدا. ايه رأيك؟ بالملي بالملي 100%. ما سابش حاجة، يعني زي 100 سؤال حقيقي بجد. يعني انا سعيده جدا. انا حدعيك تتفضلي جنبي لو سمحتي عشان الجمهور اللي تابعنا بحلقه الليله تودعي على طريقتك الخاصه. اولا شرفتيني ونورتيني حبيبتي. من هنا ومن هنا بلاش. لا مش من هنا. لا 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 انا حدايك تقرب شوي حتى كده جنبي. ايوه بصي بقى، انت اولا عامله برنامج جميل جدا الحمد لله، جريء جدا الحمد لله، ما بتسيبيش للضيف حاجه خالص، يعني جايبه من اول ما اتولد ما جه عندك. سهير ما سبتش ولا حاجه خالص. طيب لا انت سبتي ولا انا سبت ولا انا سبت. انت سبتي ولا انا سبت. بحييكي عليه. شكرا. وبحيي كل القائمين على العمل الجميل ده طبعا. وحقيقي انا كنت سعيده جدا 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 بوجودي هنا، ويا رب دايما كده، وانت في جمال وتالق دايما. تسلمي لي. اهلا وسهلا فيك، نورتينا ب 100 سؤال، والى اللقاء في حلقه اخرى. باي باي.